الإهداء اللي حطه دكتور خالد غطاس بدأ من العام إلى الخاص، من المعقد إلى البسيط، وهقره لكم لحد ما نوصل لنهايته. إلى الذين لا يثنيهم التأقلم مع الواقع عن محاولة تغييره، جنرال. إلى الذين يبطئون ليتفكروا في أي وجهة يسيرون. إلى الذين يتحدون دنيا قائمة بدنيا أفضل. إلى الذين ينهضون ويستنهضون. إلى الذين لا يخافون الأمل. إلى أصدقائي وأصدقائهم. إلى أهلي وأهلهم. إلى أمي وأبي. إلى أختي. إليها. هي مين بقى؟ يا يعني هو كان سامع طول الحلقة كويس. عمل زي الليمب بالظبط. أنا كاتبه الكلام. أولا أحييك على المعاني الحلوة اللي في الأول، بس إليها من هي؟ كل حدا بيسألني هذا السؤال بجاوبه بطريقة، فأنا بوقتها كنت أقول للناس إنه هيدي زوجتي المستقبلية، عشان ما تقول لي ليه أنا مش بالإهداء، بقول لها أنا كنت حاطك قبل ما أشوفك. بس هي إنديكيشن لأنه الحب هو المحرك. الحب هو المحرك للإنسان يعني. فهي بتحمل معاني كتير فعلا، الحب وناس بنكون فعلا مولعين فيهم. ما اشتريتش لا ما عم اقول لك الحب هو المحرك يعني. انما اليها دي مش واحده بعينها؟ بلا بوقتها. طيب هلا خلص مش راحل. راح بس هلت مكتوبه. اتكلمت او بتتكلم احيانا كتير في علاقات الحب. بيقولك اللي بيتكلموا في الحب حاجه من اتنين، اما انهم عاشوا الحب بحلاوته على راي الست الحب وحلاوته، اما ان هم حصل لهم صدمة عاطفية كبيرة فعندهم كمان مخزون آخر عن الحب. أنت أيهما؟ اثنين طبعا. أكيد أنا عشته على الآخر وانجرحت لدرجة ما بعش بدي أعيشه، فاثنيناتهم أنا. كمان ما اشتريت. لا أنا مشترية جدا، بس يعني أنا اثنين. أنا لما حبيت حبيت على الآخر. ولما تحبي على الاخر، لما تصير الصدمه بتنصدمي على الاخر. فهي على قد ما يو انفست بالعلاقه وعلى قد ما يو انفست بالحب من مشاعرك ووقتك وطاقتك وسنينك، الكسره بتكون على قد الاستثمار بكل شيء بالحياه. كل شيء بتستثمري فيه اكثر لما تخسري او لما ما يكون على مستوى توقعاتك، بتكون الصدمه او الكسره قد الاستثمار. بس ده ما بيخليكش تتكلم بشكل سلبي عن الحب، يعني انت برضه بتتكلم بالعكس. خليني اقول بموضوعيه عن 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 العلاقه المتبادله ما بين اتنين. لا هي يعني ما في حدا يحكي بشكل سلبي عن الحب. لا طبعا. ازاي بقى؟ قصدي مش ما انه شيء يعني، لنرجع لعبد الحليم يعني. فبرغم الريح وبرغم الجو الماطر والاعصار، الحب سيبقى يا ولدي احلى الاقدار. ما فيش يعني احلى الاقدار هو الحب. بعدين شو بيجي من بعده، شو بيجي قبله، في ناس فينا محظوظين بدلوا طول الحياه عايشينه، بس ولا يمكن يكون الحب شيء يعني. او الست متع. قالت لك يلي ظلمتوا الحب وقلتوا وعدتوا عليه مش عارف ايه. العيب فيكم يا في حبايبكم، اما الحب يا روحي عليه. ماشي يا دكتور خالد. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.